في إطار مساعي وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من السلع بالمخازن لصرفها على بطاقات الدعم، قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتطوير المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلي. نتابع مع حضراتكم. طورت المجمعات الاستهلاكية وتحولت إلى هايبرات بمحافظات الصعيد، هنا سفاجة التي طالت تطوير بها 7 مجمعات استهلاكية كي تناسب الجمهورية الجديدة. فروع الشركة المصرية بمحافظة البحر الأحمر هي عبارة عن 8 فروع على مستوى المحافظة، تبتدي من مدينة رأس غارب شمالا نهاية بأقصى نقطة في محافظة البحر الأحمر اللي هي مدينة حلايب. جميع الفروع على مستوى مدن المحافظة هي مطورة ومميكنة بهذا الشكل، ويتم توفير منها من خلالها جميع السلع التموينية والسلع الأساسية والاستراتيجية اللي بتهم المواطن. فالداخل إلى هذه المجمعات يرى فيها كل السلع من زيت وأرز وسكر والكثير من الأصناف التي تصل إلى 1000 صنف، والتخفيضات تصل إلى 25%. الفرع عندنا هنا بيقدم خدمات صرف التموين، سلع التموين كلها بتصرف من عندنا هنا، زائد نقاط الخبز سلع حرة، وعندنا توفر اللحم السوداني المشفى الطازج، وعندنا فراخ برضو برازيلي سعر كيلو 85، سعر كيلو اللحم الطازج 195. المواطن وجد في تلك المجمعات ضالته التي يبحث فيها عن التخفيض، وجاء التطوير بالنسبة له ليفتح مجالا آخر للشراء. أنا جيت هنا المجمع اشتريت لحمة سوداني ولقيتها متوفرة وكتيرة وسعر الكيلو 195 جنيه. ده أقل من المحلات اللي هي اللي بره، اللي بره ب 300 جنيه، هنا ب 195. اللحمة هنا رخيصة وكويسة ونظيفة يعني. لا بسم الله ما شاء الله، ده فرق أسعار كتير عن بره. يعني احنا السكر انا بره بجيبه ب 23 و24، انا هنا باخده ب 18. فالتخفيضات الموجودة جاءت نتاج تكوين مخزون استراتيجي من السلع يصل الى 6 أشهر. بهذا المشهد تكون الصورة قد اكتملت بأكثر من 1500 مخزن ينتشرون بمحافظات الجمهورية، مشهد جاء نتاج جهود كبيرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المواطن على بطاقة الدعم. فهنا أحد المخازن الذي يتبع الشركة المصرية لتجارة الجملة ضخ السلع به ونفس الكميات التي تقوم الشركة القابضة به بأكثر من 1500 مخزن. عندنا هنا في البحر الأحمر 7 مخازن كبيرة بتخدم الهيابر اللي تبع الشركة طبعا، وبدلين التموين، والمشروع جمعيتي، وعندي برضو مشروع المنافس المتنقلة عربيتي، وعندي هنا سلع تكفي لمدة 3 شهور تقريبا أو أكتر كمان. جميع السلع متوفرة بالبحر الأحمر، وجميع التجار بياخدوا 32 سلع المتوفرة. إذن فإن الصورة تعكس الواقع الجديد لجهود الدولة في توفير السلع، إضافة إلى الميكنة التي حوكمت كل شيء. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية.